السلام عليكم مشتركاتي الغاليات، كي راكم؟ ان شاء الله راكم بخير وعلى خير يا ربي. كيما راكم تشوفوا اليوم جينا بموديل تاع سلابيت واحد اخر. هاد التيسي اللي راه داير ضجه في الاسواق كاع راهم بيه. هنايا عندي امتخ 25، امتخ 25 تخرج لك 10 تاع السلابيت. راه فيه لي موديل، فيه لي كولور على كل الانواع. انا هذه متر و25 تخرج لي 10 سلابيت. كما راكم تشوفوا جاي مفصل، غير تقطعي صاي. دوك انا نقطع الكتان تاعي ونروحوا نشوفوا الخياطه. شوفوا هنا السربيته، السربيت جايين وافيين. هادو هنايا بعد ما فصلنا الكتان خرج لنا 10. هادو 10 تاع السربيت كيما هكا. راح نخيطوهم، انا ما غاديش نكفهم نورمال، راح ندير فيهم هاد البيي كيما راكم تشوفوا. كل واحد وكيفاش تنجمي تخيطيهم بلا بيي. ديري العطفه نورمال تاعك وتخيطيهم نورمال، بصح هنايا بغيت ندير فيهم البيي باش يجوا شابين ما يجوش باسلين. دوك تشوفهم في الشكل النهائي نتاعهم، نروح انا نخيطهم نكملهم. هذا هو الشكل النهائي اخواتي تاع السربيته تاعنا. شوفوا كي جات شابه، مام هذاك البي يطبعها. شوفوا كي طبعها. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وما تبخلوش اخواتي بالجاموت تعليق، واللي ما راهيش دايره اشتراك تشترك في القناه فضلا وليس امرا. والى الملتقى ان شاء الله، مع السلامه.